السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم حلوى ديال بريستيج، صابلي بريستيج على شكل شابو كيف ما كتشاهدوا معايا. غنمشيو دابا للمقادير. في المقادير غنحتاج صابلي اللي سبق لي وحضرته معاكم. نذكركم بالمقادير، كنحتاج ربع زبده مع جوج كيسان سنيده او ثلاثه الكيسان سكر كلاصي، ربعة البيضات، جوج كيسان زيت، خمارة والدقيق حسب الخليط والنكهة اللي بغيتو، يا روح الزهر يا الحامض يا نكهة القهوة او الكراميل او ديال صابلي نفسه. غنحتاج كذلك التزيين، غنحتاج شكلاط بيض، شكلاط اسود والستاير. نمشيو دابا لطريقة التحضير ديالي. انا اختاريت هذا المرشم دائري، كيف ما كتشاهدوا معايا انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي، ومن بعد ندخلها للفرن. نجيب دابا المول البلاستيكي ديالنا، انا هنا اختاريت على شكل شابو كيف ما كتشاهدوا معايا. كاين اللي كيبغي يعمرها كلها شوكولات نوع واحد، انا هنا غنحاول نعمر غير هاد الوسطاني. بهذا الشكل انا هنا غندير بطبيعة الحال الشوكولاتة بيض وكحل. طيب بس ليا من بعد ندير عليه الدور الاخر كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما يبس ليا الشوكولاط نجيب الكحل طريقة. انا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع القالب ديالي ونعاود ندخلو الثلاجة حتى يبرد نزولو. كما كتشاهدوا معايا انا من بعد ما حيدت الشوكولاط ديالي من المرشم جبت هنا الستايو ضربته كيف ما كتشاهدوا معايا غير مع الجناب. نوريكم وحدة اللي فيه الشوكولاط كحل، ضربته على هذا الشكل اما اللي درت فيه الشوكولاط كحل من الوسط جبته على هذا الشكل كما كتشاهدوا معايا. غنجيب دابا الصابلي ديالي من بعد ما طاب غنوضع قيطه في كل واحد. انا علاش كنلصق الصابلي ديالي من القفه ديالو حيت كيكون حرش، الا درتو من الوجه الملس كي يقدر ينزل عليكم الشوكولاط بهذا الشكل. انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الصابلي ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي الصابلي ديالنا ها هو وجد كيفاش جا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.